السلام عليكم مشاهدينا الكرام، هذه هي نشرة أخبار منتصف الليل من تونس، ونبدأها بعناوين أبرز ما فيها. 27% فاصل 73 هي نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، ومعدلات قياسية هذه السنة. رئيس مجلس نواب الشعب يعلن قبول لائحة تقدم بها 73 نائبا لسحب الثقة منه، وتعيين جلسة عامة الخميس القادم للتصويت عليها. لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلقة برئيس حكومة تصريف الأعمال تؤكد توصلها بملفات شبهات فساد للفخفاخ. تحتفل تونس اليوم بمرور 63 سنة على إعلان الجمهورية في 25 من جويلية 1957، لما أزيح المنباي عن عرشه وبدأ رجالات الاستقلال بناء مؤسسات الدولة الحديثة. في شأن آخر، تم أمس الجمعة إعلان نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة، وقد بلغ عدد الناجحين في هذه الدورة 35227 ناجحا، ما يساوي نسبة نجاح ب 27.73%، بينما تأجل لدورة المراقبة 41478 تلميذا، أي بنسبة 32.65%. تعالت زغاريد الفرح بالنجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي بلغت فيها نسبة النجاح 27.73%، واحتلت شعبة الرياضة الصدارة في نسب النجاح لهذا العام ب 62.60%، تليها شعبة الرياضيات ب 50.69%، وفي المرتبة الثالثة العلوم التقنية بنسبة 41.63%، ثم العلوم الإعلامية ب 39.10%، فالعلوم التجريبية ب 36.41%، وشعبة الآداب ب 27.31%، فالاقتصاد والتصرف ب 19.85%. فرحانة وفرحانة على الآخر، فرحة نجاح وحدة ما كيفها حتى شيء. فرحة كبيرة على الآخر. ومسني أنا. ما رقدتش ليلة كاملة، حاسينو ما تتصفش. الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله. عام سبيسيال السنة، عام فمش كيفو. الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أعلن عن نتائجها عبر الإرساليات القصيرة اليوم، تزامنا مع ندوة صحفية لوزير التربية محمد الحامدي، قال فيها أن الوزارة أصرت على إنقاذ السنة الدراسية في ظرف استثنائي تراجعت فيه دول كبرى عن إجراء امتحاناتها الوطنية، واصفا هذه الدورة بدورة التحدي. إنجاز اختبار البكالوريا بالظروف التي مرت بها بلادنا إنجاز يجب أن يسجل لبلدنا. وزير التربية تحدث عن انتشار ظاهرة الغش في الدورة الرئيسية، مؤكدا مضي وزارة التربية في محاربة هذه الظاهرة. انتشار لظاهرة الغش انتشار هو جزء من العلل اللي أصابت مجتمعنا مع الأسف. احنا ماضيين في مقاومة الظاهرة هذه. كل الحالات أو كل ما نسميه بملفات الغش خضعت إلى التحري والتحقيق من قبل لجان مختصة، في انتظار عرض كل الملفات على اللجنة الوطنية لإصدار العقوبات المتعلقة بتحجير الترسيم. أنا الوزارة ماضية في حماية الامتحانات الوطنية وتسليط العقوبات المستوجبة على كل من خالف الإجراءات التنظيمية. مدير عام الامتحانات عمر الولباني قال إن مندوبية التربية بصفاقس 2 هي الأعلى في نسب النجاح لهذه السنة. نسبة نجاح بالنسبة لصفاقس 2 هي في حدود 39.73، أي تقريبا حوالي 10 نقاط أو أكثر، 12 نقطة فوق المستوى الوطني، فوق المعدل الوطني. إحنا المعدل الوطني 27.73، صفاقس 2 حقق 39.73، بالضبط 12 نقطة فوق المستوى الوطني. وبلغت نسبة النجاح في المعاهد الخاصة 5.69%، فيما بلغت نسبة النجاح بالنسبة للمترشحين بصفة فردية 2.1%.
هذا وتوقع مدير عام الامتحانات أن يصل عدد الناجحين في دورة المراقبة لبكالوريا 2020 ما يقارب 14,000 تلميذ من جملة 41,478 مرشحا سيجتازون دورة المراقبة التي تنطلق 27 من جويليا وتتواصل إلى غاية 30 من الشهر نفسه. التلميذ أحمد قلالة الذي نجح في امتحان البكالوريا الأول على المستوى الوطني معدله تجاوز 20 فأصبح حديث الشارع التونسي بهذا التميز. كاميرا الأخبار واكبت فرحة العائلة في المنستير بهذا النجاح. مش متوقع هذا. لا. خارج نطاق التوقعات حين يتجاوز المعدل المعدل العام فتتداخل المقاييس والأعداد محطمة قوالب النجاح والتفوق والامتياز، فلا حواجز ترسمها الأرقام ولا قواعد تكتبها المعايير أمام نتائج أنجب النجباء. هو أحمد قلالة التلميذ بالمعهد النموذجي بالمنستير شعبة رياضيات والمتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في امتحان البكالوريا بمعدل 20.15 في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البكالوريا التونسية. نخدم لو جور وجور، نحضر كل نهار الكور بتاعو، كي هي الخدمة تبدأ من الكلاس ومن بعد تكمل في الدار. فرحانة برشا، فرحانة ليه الحقيقة، الحمد لله يا ربي معناتها ما كفوش، والحمد لله باش ياخذ اللي يحب ويقرأ اللي يحب. تميز في النجاح يفتح الأبواب على مصراعيها أمام أحمد قلالة للمضي في تحقيق حلم بمواصلة الدراسة في الهندسة النووية. دومين نوكليير، انجينيوري نوكليير، هندسة نووية. حلم يقود إليه المعدل الذي تحصل عليه أحمد قلالة الأول على مستوى وطني، والذي يعيده وزير التربية إلى ما جاء في الفصل 12 من القرار المنظم لامتحانات البكالوريا والقاضي ب. يعتبر الأعداد اللي تحصل عليه كل مترشح في المادة الاختيارية فوق 10، يعني فوق 10 من 20، تضاف تنفيل إلى مجموع الأعداد التي تحصل عليها في بقية المواد دون احتساب ضارب المادة الاختيارية. معناها جاب 19 في المادة الاختيارية تضاف لها 9 تتوزع على بقية المواد دون ما تتحسب المادة في الضارب اللي يقسموا عليه. حين ينجح في كسر قوالب التميز التقليدية صانعا موازين جديدة للتفوق، فتتحدث الأرقام لغة قد تتجاوز المنطقة ولا تتجاوز القانون أو الحلم. أعلن رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي قبول مكتب المجلس لائحة سحب الثقة منه وتعيين جلسة عامة الخميس القادم للتصويت عليها، موضحا أنه قبل طوعيا مسألة التصويت على سحب الثقة منه من عدمها. بعد جدال لدى الطبقة السياسية حول مسألة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي والاختلافات حول تحديد موعد الجلسة العامة، قرر مكتب المجلس تمرير عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان على الجلسة العامة يوم 30 من الشهر الجاري. رئيس البرلمان أكد بدوره أنه قبل طوعيا مسألة التصويت على سحب الثقة من عدمها رغم الإخلالات المتوفرة في اللائحة المقدمة. تجاوزت الاعتراضات الشكلية وكان يمكن إسقاط هذه اللائحة، وعندنا الأغلبية الكافية لإسقاط هذه اللائحة، ولكن قبلنا التحدي احتراما لإرادة 73 نائب مش شوية. لم يتم الأمر بالتصويت، يعني أنا الذي قدمت هذا المقترح ولم أحتج إلى التصويت في هذا الأمر، لأنه هذا استجابة لطلب المعارضة إذا صح التعبير. كما اعتبر راشد الغنوشي أن هذه الجلسة تمثل وفق تعبيره جلسة لتأكيد الثقة وليس لسحبها. نحن قبلنا إعادة اختبار الثقة، والذين تقدموا بالعريضة يريدون سحب الثقة، تقديرنا بأنها ستكون لحظة مهمة جدا في تزكية في تأكيد هذه الثقة وليس في سحبها. وعلى كل حال نحن نثق في ديمقراطيتنا وفي برلماننا. اليوم حقيقة في تونس أنه 30 جويلية يوم للتصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي، ومن غير ما يحاولوا يقلبوا الحقائق، لأنه النظام الداخلي ما فيهش عرض على تجديد الثقة كما يحبوا يحكيوا. القانون الداخلي في فصل 51 عريضة تقدمت من 89 نائب لسحب الثقة.
تحديد تاريخ 30 جويلية الجاري كموعد للجلسة العامة لم يلقى تأييد مختلف الكتل البرلمانية، خاصة مع انعقادها قبل يوم من عيد الإضحى. الجلسة هذه نلقاها وقتاش نعينوها نهار يوم عرفة قبل العيد بنهار. علاش؟ يذولي ما هيش غاية في نفس يعقوب، لأنه يعرفوا قبل بنهار الناس الكل باش تمشي تعيد على رواحها، ويعرفوا الناس الكل اللي هي في جهاتهم البعاد، الناس الكل باش تمشي لجهاتها باش تعيد على رواحها. جدل 29 احنا عندنا قانون معروض وقانون مهم ياسر، قانون يحل مشاكل البطالة، وهذا قانون بأهمية مما كان. وما كانش نجمه ما تنعينه جلسة بالأهمية هذه زاد نفس اليوم، ثم أولويات. كما تقرر أن يكون التصويت سريا في الجلسة العامة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب ودون مناقشات ومداخلات النواب. إذن هي وثيقة دون عنوان. أكدت لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلقة برئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ أن الملفات التي توصلت إليها قد كشفت عن تضارب مصالح وشبهات فساد للفخفاخ باستعمال النفوذ واستعمال السلطة للحصول على منافع لوجه خاص في مخالفة صريحة للترتيب الجاري بها العمل. أكدت لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلقة برئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ بأن الملفات التي توصلت إليها كشفت عن تضارب مصالح وشبهات فساد للفخفاخ باستعمال النفوذ واستعمال السلطة للحصول على منافع لوجه خاص في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل، وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها في مجلس نواب الشعب. فشبهات الفساد وتضارب المصالح تتعلق بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، كما تمت الدعوة إلى تحجير السفر عليه وإحالة الملف على القضاء للبت فيه. لما جاء السي شكري بالحسن للجنة المتابعة وهذا موجود في المحضر، قالوا أنه تم اسناد الصفقة للشركة اللي عنده فيها مساهمة أو اللي عنده فيها مصالح السيد الياس الفخفاخ، وبالتحري اكتشفنا أنه كلام السيد الوزير غلط. ليس فقط الكلام غلط، ولكن هناك وثيقة غير متوفرة، ما نحبش نقوله أعدمت. احنا بالنسبة لنا التوصية الأهم هو إحالة الملف للقضاء فورا، ومش وحدنا احنا، والاستئناس بما قامت به لجان الرقابة كلها تقريبا بالإجماع حتى اللي تحت أمرة السيد إلياس الفخفاخ. من جهته عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ عن استغرابه من عدم توجيه الدعوة له أو لمن يمثله من طرف اللجنة البرلمانية المكلفة بالنظر في قضية تضارب المصالح لسماع أقواله، وبأن مثل هذا التصرف مناف لقواعد التحري وبعيدا كل البعد عن البحث عن الحقيقة، وذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة. نحن استمعنا إلى أجهزة رقابية إدارية تنضوي تحت رئاسة الحكومة، معناها شنو يحبها ونحبه ونصدعه ومحامي شخصي متاعه ما فهمتش. اخي هو معناها تهمه موجهه له هو، لكن ثم بصفته هو شنو بصفته رئيس الحكومه التونسيه، فنحن توجهنا للحكومه التونسيه في شخص الهيئات الرقابيه واخذنا ما عندها الملفات، وبالتالي هذه الدعوه عدم الاستماع لرئيس الحكومه مردود على قائله، لانه وقع الاستماع الى مؤسسات الاداره التونسيه. كما أشار بيان رئاسة الحكومة أن لا حقيقة إلا الحقيقة القضائية، داعية جميع الأطراف إلى احترام استقلالية القضاء وعدم التأثير فيه بأشكال ملتبسة، مؤكدة في ذات الوقت احترامها الكامل للمؤسسات وعلى ضرورة النأي بها عن الصراعات. متابعة لتطورات الوضع الوبائي في تونس، تم تسجيل 19 إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا، وبيّنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 26 تحليلاً إيجابياً، بينهم 19 إصابة جديدة وافدة و7 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة ما تزال حاملة الفيروس. وفي العالم تتجه حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى الارتفاع رغم التدابير الوقائية المشددة في عديد الدول.
حتى فجر اليوم تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 15,639,000، تعافى منهم ما يزيد عن 9 ملايين. وحسب منظمة الصحة العالمية فالعالم لم يصل بعد إلى ما سمتها مناعة القطيع ضد كورونا، وهناك اتجاهات مقلقة للعدوى بفيروس كورونا جنوب أوروبا ومنطقة البلقان. ونقلت مصادر متطابقة ارتفاعا في عدد الإصابات في فرنسا في ظل ما سمي تراخي المواطنين وعدم احترامهم للتدابير الوقائية بسبب العطلة الصيفية. وعادت بلجيكا فرض الكمامات في أماكن التسوق والمباني الحكومية، كما تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا 800,000 اليوم بعدما سجلت قرابة 6,000 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الأمريكيتين لا تزالان بؤرة الساخنة الرئيسية، وأن أفريقيا تعرف تسارعا في انتشار الفيروس، خاصة مع اقتراب إصابات العاملين في القطاع الطبي من معدل حرج بشكل يفرض ضغوطا إضافية. وسجلت جنوب أفريقيا خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 13,000 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 400,000 حالة، توفي منهم حوالي 9,000. وحذرت الأمم المتحدة من تداعيات انتشار فيروس كورونا على اقتصاديات الدول العربية باتجاه بعضها إلى الانكماش في حدود 13% وبخسائر تقارب 150 مليار دولار، وهذا ينضاف إلى فقدان 17 مليون وظيفة وتفقير أكثر من 14 مليون شخص. وعلى خلاف ذلك يتوقع أن تعرف المنطقة الأوروبية عملا مضاعفا على حماية هذه الفئات الهشة وبرامج دفع الاقتصاديات. المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جنتيلوني أفاد أن دفعات من تحفيز ضخم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا أقرها قادة الاتحاد الأوروبي ستبدأ في النصف الثاني من هذا العام. وقالت منظمة التجارة العالمية في تقرير نصف سنوي صادر اليوم أن التجارة العالمية تضررت بفعل قيود جديدة ومتراكمة على الاستيراد. وأكدت المنظمة الشهر الماضي أن تقديراتها للربع الثاني من السنة الحالية تشير إلى انخفاض التجارة العالمية بنسبة 18% على أساس سنوي. في الشأن الليبي الآن، قال الجيش الأمريكي أن روسيا ترسل المزيد من المعدات العسكرية إلى من وصفهم بمرتزقتها في ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة. وأكدت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا أن هناك أدلة متزايدة من خلال صور الأقمار الاصطناعية لطائرات الشحن العسكرية الروسية التي تنقل إمدادات إلى مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة. إلى أخبار الرياضة الآن، حيث قال رضا شرف الدين رئيس النجم الرياضي الساحلي إن المدرب الفرنسي روجي لومير سيأتي إلى مدينة سوسة الثلاثاء المقبل بعد أن أبدى لومير موافقته على العودة للإشراف على الإطار الفني للنجم الرياضي الساحلي وللتحاور بشأن السياسة العامة للفريق والبرنامج الذي سيتم إقراره خلال الفترة المقبلة. بالرياضة نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وأذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها. 27.73% هي نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا ومعدلات قياسية هذه السنة. رئيس مجلس نواب الشعب يعلن قبول لائحة تقدم بها 73 نائبا لسحب الثقة منه وتعيين جلسة عامة الخميس القادم للتصويت عليه. لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلقة برئيس حكومة تصريف الأعمال تؤكد توصلها بملفات شبهات فساد للفخفاخ. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة والاهتمام، في أمان الله.